اسمحوا لي احكي لكم حكايتي سريعا. خرجت من كلية تجارة انجليش والحمد لله بسريعا اشتغلت في شركة هندسية، اشتغلت في تنمية الاعمال. كان عندي حلم اني كنت عايزة اثبت نفسي واوصل لبوزيشن حلو، وبفضل الله في خلال سنتين ثلاثة وصلت لمنصب اداري. وكنت عايزة بقى ما بقاش مديرة، انا عايزة ابقى قائد، عايزة اطلع الخير من التيم بتاعي، وده كان اول حلم ليا. والحمد لله لقد كان سنتين ثلاثة كمان ولقيت نفسي اتجوزت وخلفت، وطبعا الدنيا اختلفت مع طفل جديد اتولد. بقى معايا حلم جديد، بقيت عايزة يبقى قائد، عايزة يبقى مرن مستعد لتحديات الحياة. انما هعمل كده ازاي؟ ما انا كمان محتاجة اتعلم. انما اكتر حاجة فرقت معايا وكانت فعلا حلوة هي الحكاية. حكاية قبل النوم كنت بحكي له حكاية قبل ما ننام علشان خاطر نعمل جودة وقت بينا، وفي نفس الوقت أحاول أقاوم سلوكه شوية، أحاول أخلي علاقتنا تبقى أحسن. بدل ما أقول له طول النهار بس بطل، لأ كده غلط، كده نوتي، الحاجات دي، لا بقيت أحكيها له في حكاية بالليل، وهو بقى يربط الحاجات بطريقة غير مباشرة. وكمان في الطريق، لقينا في الطريق الدنيا بقى كل شوية زن وعياط وخناق وعايز الموبايل، فكنت بديله الموبايل عشان اسوق في هدوء. ولكن لقيت ان بعد لما اتعلمت شوية كمان ان الموبايل ده حاجة وحشة قوي، ده بيقلل التركيز وبيزود التشتت وبيقلل الانتباه وبيبوظ الذكاء اللغوي. فلقيت لا، مش عشان اريح دماغي اخربه، فقلت لا محتاجة اشوف بديل. طب ما احنا بنحكي حكايات بالليل، ما نخليها كمان في الطريق. بقيت احكي له في الطريق، بقينا نغني سوا، وبقى الطريق حاجة جميلة. لقيت ان صحباتي اللي ولادهم مع ابني في المدرسة بيقولوا لي نفس الحكاية، ولادهم بيعذبوهم، فبقيت احكي حكاية صغننة اللي بحكيها لابني وابعتها لهم على الواتساب، وهم يسمعوها ويلاقوا ان هي حلوة. فربنا كرمني ساعتها ببنوتي وتولد معاها عالم الحكايات مع اياد. فربنا كرمني بمشمهندسة داليا بهاء، تعاوننا سوا وعملنا اول سي دي لينا، كانت اسمها حكاية ورواية، وكانت باللغة العربية الفصحى. القصة السي دي ده كان 6 قصص، والامهات انبسطوا بيها جدا، وجت لنا بقى تعليقات ان احنا عايزين كمان قصص بالعامية، ولادنا في مدارس اجنبي والعربية عندهم مش قوي، فمحتاجين حاجة تبقى قريبة من قلبهم اكتر. فقلنا طب خلاص نبتدي بايه؟ احنا قلنا اكيد كل الامهات بتعاني مع ولادها، يبقى احنا محتاجين نشوف حاجة للتربية الايجابية. طب احنا برضو بنتخبط، محتاجين برضو حد يكون محنك ويساعدنا. فعملنا فريق عمل، الكاتبة بقت تكتب، وانا والفريق العمل بقينا نأدي بالهندسة الصوتية، ومعانا دكتور بسمة الاسيوتي هي بتراجع المحتوى علشان يبقى ايه يعني كويس كده للناس.